السلام عليكم. احنا اليوم تاريخ 12/7/2021 موافق يوم اثنين. ما شاء الله اجت هذه البنت بعد انتظار 4 سنين، بعد 3 محاولات اطفال انابيب، للاسف كانوا فشلت، كانوش عنا، هذا نصيبها، اجت المراه عنا والحمد لله من اول محاوله. سبب تاخر الحمل هي مشاكل موجوده في فحص السائل المنوي عند الزوج. اذا في مشاكل فحص السائل المنوي عند الزوج، 3 محاولات سابقة فشلن، اجوا عنا، التوفيق اجى من رب العباد على ايدينا، احنا ربنا قرر عطاء وعطاهم لكن اجى العطاء على ايدينا. احنا سعيدين جدا 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 لهذه العائلة، بعد هاي المحاولات لنا الفخر انه هي تيجي وتحمل عنا، انا سعيد جدا لهاي العائلة الكريمة المحترمة، بتمنى لهم هذه البنت الجميلة الله يحفظها لأهلها، يصير عندها صحة وكويسة، تروح مع أهلها وتدير بالها على أهلها، هذول جماعة محترمين وتكون فاتحة خير على هاي العائلة وتجيهم أطفال كمان وكمان. انا سعيد جدا جدا اليوم، احنا اليوم اثنين الموافق اللي هو 12/7/2021 يكون يوم خير وسعادة هاي العائلة الجميلة وهاي الطفلة الجميلة، الله يحفظها ويعطيها الصحة. احنا متفائلين، نقول لكل الامهات متفائلين، دائما بشكر كل الطواقم الطبية، بشكر كل الطواقم الطبية، بشكر مستشفى شميسان، بشكر وحدة اقصاب الوراثة، بشكر خداج، بشكر كل زملائي وكل الاطباء المساعدين، الله يحفظكم جميعا، الله الرزق يجي عليكم. بتمنى لكم الخير، بتمنى لهاي العائلة الجميلة الخير. بعد انتظار طويل في مشاكل كبيرة في فحص السائل المنوي من الزوج، اجت هاي المحاولة، في المحاولة الرابعة، هاي المحاولة ان شاء الله